السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم أهم الأخبار. حديثهم إشاعات، حزب طالبان يرد على تغيير الديمقراطي لمرشح الرئاسة. حسم الاتحاد الوطني الكردستاني الجمعة الجدل السياسي بشأن توصل إلى اتفاق مع الحزب الديمقراطي حول مرشح تسوية لرئاسة الجمهورية الاتحادية. وقال القيادي في الاتحاد شيرزاد صمد في حديث خاص: حتى الآن لا يوجد أي اتفاق سياسي بين البارتي واليكتي على مرشح تسوية سواء كان لطيف رشيد أو غيره، مبينا أنه دليل عدم الاتفاق إبقاء الديمقراطي على مرشحهم ريبر أحمد وتمسكه به. وتابع صمد: لو كان حديثهم صحيح فليعلنوا سحب ترشيح أحمد بشكل رسمي، وهذا دليل قاطع بأن حديثهم إشاعات لتضليل الرأي العام. وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد كشف في وقت سابق من اليوم الجمعة تقديم تنازل عن مرشحه لرئاسة الجمهورية الاتحادية وتبديله بآخر. وأكد القيادي في الحزب الديمقراطي وفاء محمد كريم في حديث خاص أنه تم تقديم عرضا بتنازل الديمقراطي عن ترشيح ريبر أحمد وتقديم عبد اللطيف رشيد بدلا عنه، وأن يعمد الاتحاد إلى ذات الأمر، خصوصا وأن الديمقراطي لديه فيتو على برهم صالح وترشيحه.